توصل فريق بحثي طبي في جامعة أكسفورد البريطانية إلى أنه يمكن لتقفيز المخ بتيار كهربائي أن يساعد في عملية تعافي المصابين بالسكتة الدماغية. وتوصل الفريق العلمي إلى أن المرضى الذين تعرضوا لتحفيز الكهربائي إلى جانب جلسات إعادة التأهيل حققوا نجاحا أفضل ممن خضعوا للجلسات وحدها. وشهد متطوعون خضعوا للعلاج الكهربائي تحسنا أكبر عند تحريك أذرعهم، كما شعر آخرون بسهولة أكبر في القيام بمهامهم اليومية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من دبي اختصاصية الأمراض العصبية الدكتورة منال الفقان. صباح الخير دكتورة منال. دعينا نبدأ ربما بتعريف السكتة الدماغية. ما هي السكتة الدماغية؟ صباح الخير عليك وللسادة المشاهدين. السكتة الدماغية هي نفس الجلطة الدماغية، هي الانقطاع المفاجئ أو التدريجي المزمن للدورة الدموية إلى منطقة ما في الدماغ. هذا هو التعريف بشكل عام. قد تكون هذه المنطقة صغيرة وضيقة جدا وتكون هي نهايات الشعرية للأوعية الدموية، أو تكون منطقة واسعة حسب أهمية الشريان الذي تعرض لهذا الانسداد. طبعا في له اسباب متعدده يعني هذا الموضوع. طيب قبل ان نتحدث عن الاسباب دكتوره منال، دعينا نتحدث ربما عن الاعراض، اعراض السكته الدماغيه. تمام. هلا اعراض السكته الدماغيه طبعا هي تابعه للمنطقه التي اصيبت بالانقطاع بالدوره الدمويه، فاعراض واسعه جدا، لكن الصفه المميزه لها انه يكون في اصابه حاده مفاجئه، يعني انسان صحيح معافى تعرض لتعطل لاي وظيفه حسيه او حركيه بشكل مفاجئ، يعني شلل مفاجئ بحركه يد او طرف سفلي، شلل مفاجئ بصعوبه في الكلام بشكل مفاجئ، حتى انقطاع للذاكرة، انقطاع للانتباه بشكل مفاجئ، اضطراب حسي بشكل مفاجئ، تشوش بالإحساس، أي انقطاع أو تغير مفاجئ حاد. المفروض يعني الصفة العامة الأساسية أنه خلال ثواني فيستطيع المريض أن يحدد لنا، يقول أنا الساعة كذا بالوقت كذا تعرضت لهذه الإصابة. هي السمة العامة. أما الأعراض واسعة جدا، يعني تأخذ كل الحواس وكل الحركة والإحساس، وحتى ممكن أن تكون بداية الجلطة هي نوبة صرع، يعني بمنتهى البساطة صراحة، يعني أي عرض حسب موقع هذا الشريان. طب تحدثي عن بعض الأعراض دكتورة منال، يعني في تلك اللحظة عندما يصاب الشخص بالشلل ما الذي يمكن أن يفعله؟ هل هناك من إجراءات يمكن أن يتخذها هذا الشخص أو من حول هذا الشخص؟ تمام. هلا هو اول اسعاف انه الاتصال بالاسعاف، اول حركه اذا هو موجود لوحده او معه احد انه يتمكن من الاتصال بسياره اسعاف، لانه نحن نريد ان نسرع وصول سياره الاسعاف اليه. فهذا الامر جدا مهم انه الناس يكون عندها بالبيت رقم اقرب سياره اسعاف عليهم، يعني كثير مهم حسب نحن موجودين باي اماره، وفي السيارات الحكوميه صراحه هي الاسرع والافضل يعني، فلازم يكون الرقم موجود. هي النقطه كثير مهمه. النقطه الثانيه ياخذ حبه اسبرين مباشره، يعني سواء في إصابة بالقلب أو بالدماغ، حتى لو كانت هذه الإصابة نزيف دماغي فحبة الأسبرين لن تؤذي، ولكنها قد تفيد إذا كانت الإصابة هي قصور بالدورة الدموية وليست نزيف. يأخذ أسبرين إذا في عندهم بالبيت، يعني أحلى حسب المريض، إذا هو كان سابقا معلوم لديهم أنه عنده سكر أو ارتفاع في ضغط الشرياني أو ارتفاع في الكوليسترول وهو ما مثلا لم يتناول أدويته بانتظام فليأخذها، إذا في إمكانية لقياس الضغط والسكر كمان ليفعل ذلك. يعني هي الأشياء العامة يعني، بس أهم شيء هو وصول سيارة الإسعاف أو حمله إلى المستشفى إذا تعذر ذلك يعني، وحبة الأسبرين. طيب دكتورة منال، لو تحدثنا سريعا عن عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومن هو ربما معرض أكثر من غيره للإصابة بها. تمام. هي طبعا العوامل نفسها اللي بتؤدي للإصابة بالقصور الدورة الدموية القلبية أو الدماغية بشكل عام. الأهم العوامل، نحن في عندنا العوامل مصنفة لقسمين، قسم نحن لا نستطيع أن نتحكم به يعني مثل العمر، فالعمر ما فوق 40 سنة لدى الرجال وما فوق 50 سنة لدى النساء هو عنصر خطورة، هذا الأمر لا نستطيع أن نتحكم به، ولكن نستطيع أن نتحكم بالعوامل الأخرى وعلى رأسها التدخين. هذا عنصر خطر مباشر ومثبت، يعني خاصة
السرطان أكثر من 5 سجاير باليوم، هذا عنصر خطر مثبت. أقل من 5 لا تزال يعتبر تدخين خفيف. طبعا ارتفاع سكر الدم بحد ذاته حتى لو كان معالج فهو عنصر خطورة، أما إذا لم يكن مراقب ولم يكن معالج فهو عنصر خطورة سيء جدا. كذلك ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، الجفاف المزمن. أنا كثير بحب أعلق على هالموضوع مع أنه هو منه داخل بالحقيقة بعوامل خصور الدورة الدموية بالكتب يعني، لكن نحن بنشاهد كثير من الإصابات بتخثر الأوردة الدموية أو الجلطات أو خصور الدماغ بسبب الجفاف المزمن. الناس ما بيقدروا أهمية شرب الماء. برمضان بنشوف كثير هذا الموضوع، بيصير في جفاف لعدم أنه الإنسان الطبيعي لازم يشرب كل يوم 3 لتر مي. وأنا بعتقد أنه دخول المي بكل يعني بنصائح لكل الأمراض مسألة جدا مهمة. صحيح. فهي من العوامل طبعا كمان الحياة السيئة، يعني الابتعاد عن الرياضة والتغذية السيئة. بالعكس التقرب من الرياضة، الابتعاد عن العادات السيئة. طب دكتورة منى لو تحدثنا عن طرق عوامل خطورة لو تحدثنا عن طرق علاج السكتة الدماغية، ما هي الطرق التي تتبع الآن وما رأيك في هذه التجربة التي يتم الحديث عنها بالتحفيز الكهربائي للمخ؟ خلينا نبتدي بموضوع التحفيز الكهربائي بما أنه موضوع الحلقة قبل ما يخلص الوقت. يعني هلأ التحفيز الكهربائي للدماغ هو طريقة أساسا نحن بمعالجة الأمراض النفسية المتعددة كنا نستخدم تحريض كهربائي مباشر من كهرباء، يعني كهرباء حقيقية من التيار الكهربائي، وهذا معروف جدا وقديم وناجع بمعالجة الاكتئاب. الآن الطريقة الجديدة هي أنه الحصول على تيار كهربائي ناعم ولطيف باستخدام المغناطيس، وليس دارة كهربائية حقيقية يعني كاملة، فهي دارة كهرومغناطيسية. الآن التحريض المتكرر والناعم اللي ما بيشعر الإنسان بالكهرباء ولا بيحتاج لتخدير عام ولا بالعكس كأنه دغدغة يعني ناعمة، هذا التحريض الآن يتدخل بعدة مجالات أبحاث بمعالجة الذاكرة وبمعالجة بعض الأمراض النفسية وبمعالجة إصابات الدماغ المتعددة، من ضمنها حتى يعني إذا في إصابة رضية للدماغ أو جلطات الدماغ لما بيكون في دم يعني خلل أو إصابة بالخلايا. حديثا الآن بدأوا يدرسوه بالنسبة للمرضى المصابين بالشلل أو بسبب سكتة دماغية. هي الموضوع ما يزال قيد البحث لكنه هو مجال واعد جدا. اللي عم يحصل أنه في تحسن مباشر خلال ساعات، يعني يقاس قيمة 24-48 ساعة للحركة وكذلك للذاكرة، لكن لا يوجد لدينا حتى الآن يعني دراسات كمية محددة ونصائح وإرشادات محددة وقديش عدد الجلسات المفروض حتى نمنع الأذية المستقبلية وحتى نحصل على فائدة دائمة وثابتة. لكن هذا مجال واعد جدا لأنه بسمينا نجازات واعدة. ولكن الآن ما الذي يتم اتباعه لمساعدة من تعرض للسكتة الدماغية؟ تمام، يعني هي الطريقة هي لا تزال قيد البحث. المساعدة الحالية أنه نحن نبحث عن السبب، يعني دائما إذا كان السبب هو من القلب، يعني إنسان عنده رجفان أذين، عنده أسباب قلبية تجعل القلب يرسل خثرات وصمات إلى الدماغ، فلا بد من أن إخضاعه مباشرة لتمييع دم مباشر وريدي وتمييع بعدين بالورفرين. فلذلك الوصول للمشفى بأول لحظة جدا مهم، لأنه هي الحالة بالذات ممكن أنه نعكس الموضوع. كمان إذا كان لقينا أنه لا ما في سبب قلبي، هل عنده أسباب أخرى تجعل الدم قابل للتخثر؟ وبعدين بقى الأسباب العوامل الخطورة اللي حكيناها نحن اللي بدنا نعالجها، موضوع السكر والضغط والكوليسترول، إذا في حرارة، في التهاب أنتاني، كمان كله بيفيد معالجته من الأول، ضبط السكر، يعني إعطاء المميعات الحقيقة يتبع للسبب. في مراكز الآن وليست منتشرة، يعني ليست كثيرة في الإمارات، تعطي مميع مباشر إذا ثبت أنه في انسداد بشريان قابل للفتح وما في نزيف. فكمان الوصول للمشفى بشكل سريع كثير مهم، يعني لتحديد شو العلاج الانجع حسب السبب. احنا بدنا نحدد السبب ونحدد وضع يعني المريض على ان يخضع للشخص نعمل اشعه اللي ربما فحص دوري. دكتوره منال، نحن دوما نتحدث عن هذا الموضوع لكن للاسف نرى بان ليس الجميع يخضع لهذا الفحص ربما الدوري ويتوجه الى الطبيب عندما فقط تكون هناك يعني مشاكل صحيه.
وصحيح كلامك 100% صراحة. الفحص الدوري هو أهم عامل لمنع السكتات الدماغية وجلطات القلب، هو العامل الأمثل يعني ضروري جدا هذا الأمر صراحة. يعني نحن نكتشف كل يوم مرضى جاءونا إلى العيادة بسبب إرهاق أو تعب أو أعراض عامة. بالأمس يعني كان عندي سيدة مؤكد أنه لديها ارتفاع في سكر الدم على الأقل من 5 أشهر على الأقل، وهي لا تعلم عنه أي شيء، وجاءتني باختلاطات هذا المرض. يعني فكثير من الناس اللي ماشيين بالطريق عندهم ارتفاع ضغط، عندهم ارتفاع سكر، ارتفاع كوليسترول، عوامل الخطورة كلها موجودة وهم لا يدرون، لأنه المشكلة تأتي بلحظة واحدة. قد يتعايش الإنسان مع الأمر، بنسميه مرض مخاتل نحن، يعني بيخدع الإنسان أنه أنا فعال وما بدي ليش أخذ دواء. وفي نقطة كثير مهمة، بيقول لك أنا ما بدي أتعود على الدواء. هذه أدوية لا يمكن الاعتياد عليها، هذه أدوية أنت بحاجة إليها وبحاجة لتعديل الحمية وبحاجة لتعديل نمط حياتك. فكلمة يطلقوها الناس أنه أنا بخاف أخذ دواء ضغط أو سكر أتعود عليه، هي كلمة خاطئة. فالفحص الدوري جدا مهم، ووضع الخطة العلاجية مسبقا كثير مهمة بتأخير الحقيقة وتخفيض نسبة الخطورة التي يحملها كل إنسان يعني بحسب وضعه صراحة. ونحن نتمنى الصحة والسلامة. بس بدي أقول كلمة صغيرة على التحفيز. التحفيز بس كلمة، هذا التحفيز لا يعالج حالة السكتة الدماغية بالمرحلة الحادة. نحن نتحدث عنها بالمرحلة المتأخرة بعد أشهر أثناء ما بيكون عم يعمل تأهيل، يعني إعادة تأهيل. ونحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا جزيلا لك من دبي، اختصاصية الأمراض العصبية الدكتورة منال الفحام، شكرا جزيلا لك.